السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظكم الله يبارك فيكم وبيوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد آبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل وأحياكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. فهذه بإذن الله تبارك وتعالى حصة جديدة من حصص برنامجكم قصص وعبر، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الأكارم، ونحن نتحدث في هذه الدروس الأخيرة عن سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أتمم هذا الحديث المبارك هذه الليلة إن شاء الله تعالى في حصة قصص وعبر، بأن أقص قصة، لا بل أن أقص قصصا إن شاء الله تبارك وتعالى مباركة عن نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، تصب جميع هذه القصص في مصب واحد بحول الله تعالى وقوته. أيها الأكارم، سبق معنا في هذه الجلسات المباركات أن تحدثنا عن أخلاق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا قال فيه ربه وخالقه ومولاه جل في علاه. وقال الله تبارك وتعالى جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول لنبي الأمة الهادي. معاشر الأكارم، تحدثنا عن أخلاق راقية وعن آداب سامية عالية لنبينا صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن عفوه وصفحه ومسامحته وحلمه صلى الله عليه وسلم، لا أقول بأصحابه أو مع أصحابه، بل حتى مع ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم. سمعتم ذلكم بفضل الله تبارك وتعالى فيما سبق. أيها الأكارم، تحدثنا عن تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتواضعين. تحدثنا عن تحن حيائه، إي والله، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن رفقه، لا بأصحابه فحسب، لا بأهله فحسب، بل بأهله وأصحابه وأتباعه وبأعدائه، بل وبالبهائم والحيوانات أيضا، هكذا كان رفقه عليه الصلاة والسلام. معاشر الأكارم، إذن ذكرنا نتفا من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تدل دلالة قاطعة على أنه أعظم الناس أخلاقا في هذه الدنيا، إي والله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأكارم، قلت أردت هذه الليلة أن أتمم الحديث إن شاء الله تعالى في هذا السياق، لكنني أردت أن أقف وقفات وأن أذكر قصصا وأن نعتبر منها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ منها الدروس والعبر والعظات بإذن رب الأرض والسماوات. سميت هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الاعتدال في أخلاق سيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأكارم، سأتناول الحديث عن الاعتدال والتوازن في أخلاقه عليه الصلاة والسلام من زاويتين اثنتين مهمتين للغاية. أما الزاوية الأولى، فنحن نعرف أيها الناس أن الأخلاق التي ذكرناها قد تكون أو قد يكون بعضها في بعض الناس كالحلم والعفو والصفح والحياء والرفق والتواضع ونحو ذلكم، قد يكون بعض هذه الأخلاق تكون في بعض الناس، لكن هذاك الإنسان، هذه أخلاق اللي نسمعوها كلها تدل على اللين، على السهولة، نعم، لكنها قد تكون ضعفا في حق بعض الناس. يقولك فلان حي وفلان رفيق رقيق لين هين، لكنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لكنه يسكت عن الحق، لكنه لا يتحرك ولا يحرك ساكنا إذا انتهكت حرمات الله، عنده شيء من الضعف.
نعم أخلاق طيبة الحياة وكذا، لكن قد يكون فيه شيء من الضعف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه. تلك المعادلة العظيمة التي أردت أن أتحدث عنها، والعقلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن يابسا فتكسر، ولكن بين في الوسط. هذا هو التوازن، وهذا هو الاعتدال. وقد كان عليه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم الناس اتزانا وأعظم الناس اعتدالا، بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم باختصار لينا في غير ضعف، قويا في غير عنف. احفظوها حفظكم الله، مهمة جدا. كان لينا في غير ضعف، وكان قويا في غير عنف عليه الصلاة والسلام. الأدلة على هذا، رح نبدأ هذه النقطة، قلنا هذه الزاوية الأولى اللي نتكلم فيها عن اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم وعن توازنه وعن توازنه عليه الصلاة والسلام. نتكلم مثلا عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم. شفت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحلم والعفو والمسامحة والرفق والحياء والتواضع إلى آخره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان عادلا. هذه الأخلاق ما كانش ضعف في حقه، لن تكون ضعفا في حقه، حاشا وكلا، بالعكس كان عادلا. مثلا تعرض عليه القضايا صلى الله عليه وسلم فيعدل مع أقرب الناس إليه، والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. كان قصة واحدة معروفة مشهورة جدا في الصحيحين وغيرهما، قصة المرأة المخزومية الشريفة التي سرقت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لما هم عارفين الناس باللي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغوا الخبر تاع السرقة راح يقيم عليها الحد كغيرها ممن يسرق في الزمان النبوي، واش قالوا؟ قالوا لا يمكن، مرأة كيما هذه الشريفة عندها مكانة والقوم تاعها عندهم مكانة، هذه يقام عليها الحد تاع السرقة، لا ينبغي هذا. لكن كيف نفعل؟ قالوا لابد أن نشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا شكون يشفع عنا عند النبي عليه الصلاة والسلام. شكون؟ قالوا أسامة. أسامة حب النبي عليه الصلاة والسلام، أسامة بن زيد حبه وابن حبه، قالوا هذا اللي يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بعثوه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في هذه المرأة المخزومية حتى لا تقطع يدها. فقال صلى الله عليه وسلم وغاضب صلى الله عليه وسلم، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لقد أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا هو الهلك تاعهم، الشريف يخليوه والضعيف يقيمون عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، عظم والله، عظم في عدله صلى الله عليه وسلم واعتداله. نعم، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، ومع ذلك الحق هو الحق، لو أنها سرقت لقطع صلى الله عليه وسلم يدها. شفت القوة، قوة عظيمة جدا، العدل. نعم، الآن الشجاعة، شجاعة خصلة أيضا من الخصال اللي فيها قوة. شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أدلة على هذا كثيرة جدا، من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس فإننا نتقي برسول الله عليه الصلاة. يعني لما تشتد الحرب ويشتد الالتهاب تاعها ويحمل وطيس، ماذا يحدث؟ يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمون به، يختفون وراء النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن الشجاع منا للذي يحاذي به رسول الله عليه الصلاة والسلام. شكون الشجاع فينا يومئذ ووقتئذ؟ شكون هو الذي يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ شجاع ورب الكعبة، بل سيد الشجعان عليه الصلاة والسلام. خصلة واحدة أخرى قوية جدا هي خصلة القوة الجسدية التي أعطاه الله عز وجل إياها، شجاعة وعدل وقوة كانت له عليه الصلاة والسلام. قصة واحدة تدل دلالة قاطعة على هذا، قصة يرويها أبو داود وغيره، قصة بسند حسن تروى، هي قصة ركانة ابن زيد. ركانة ابن زيد هذا كان معروفا في الزمن النبوي، وكان مشركا، وكان من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا قويا جدا لا يكاد يغلب ولا يكاد يسرع، بل ربما اجتمع عليه الفئام من الرجال فلم يقدروا عليه ولم يسقطوه أرضا، قوة كبيرة. مرة من المرات طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصارعه،
فرضي صلى الله عليه وسلم فصرعه صلى الله عليه وسلم وأوقعه أرضا. نعوده ثانية أوقعه، ثالثة أوقعه أرضا صلى الله عليه وسلم. فتعجب الرجل قال يا محمد ما كان رجل أبغض إلى قلبي منك، كنت نبغضك بزاف بزاف، وما كان أحد ليضع جنبي عن الأرض لولا أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قلنا لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن يابسا فتكسر. الله الله في الاعتدال، قلنا الاعتدال والتوازن في أخلاق النبي عصص من ذكره في هذه الليلة من زاويتين. الزاوية الأولى رنا بيناها، كان عليه الصلاة والسلام لينا رفيقا طيبا عفوا حليما متواضعا حييا في غير ضعف، وكان قويا شجاعا عدلا شهما صلى الله عليه وسلم في غير عنف بأبيه هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. الزاوية الثانية ما أعظمها أيضا، الزاوية الثانية الاعتدال. احنا نعرف وسمعنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأخلاق اللي سمعناها تقول لي بالك، تقول لي الإنسان يقدر يمثل مع الناس خارج البيت، يمثل وكان بزاف ناس هكذا خارج البيت مع الناس يقول كل يد فاميليا وناس ملاح وإنسان طيب وما شاء الله تبارك الله، لكن سبحان الله لما يحدثوك الأهل تاعو الأبناء تاعو الوالدين تاعو كذا تتعجب، تقول هذا إنسان آخر ماشي ولا يتكلموني عليه. ما إن يصل إلى عتبة بابه حتى يصير وحشا متوحشا والعياذ بالله. كان بزاف ناس هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام مش قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو التوازن، ماشي في برا مليح والداخل ماشي مليح، حاشا وكلا، بالعكس. من الأدلة القاطعة على صدق الإنسان في أخلاق، لأن أخلاق من الدين قلنا، على صدقك في تدينك، من الأدلة القاطعة على صدقك في تدينك أنك تكون مع أهل بيتك أفضل مما تكون مع غيرهم. كاين ناس ملاح مع الزملاء تاعو مع اصحابه مع كذا في برا ما شاء الله يضحك يدخل للمن، قلنا عتبه الباب خلاص تتغير الاخلاق تاعو يتغير المزاج تاعو والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، حاشا وكلا، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، خياركم خياركم لنسائهم، هكذا قال النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام. الادله على هذا كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم تسال عائشه رضي الله عنها وارضاها عن اخلاقه داخل البيت، ماذا تقول؟ تقول كان عليه الصلاه والسلام يكون في شغل بيته، شغل اهل البيت، يخصف النعل، يرقع الثوب، يحلب الشاة، لا اله الا الله، عادي يرقع الثوب تاعه بيديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم الأول في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الهموم كبيرة، مسؤوليات عظيمة جدا على كاهل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع ذلك يدخل البيت تاعه صلى الله عليه وسلم يكون في شغل أهل البيت يساعدهم يعينهم، هذا لا ينقص من الرجولة، بل هو عين الرجولة في الحقيقة. لما تعاون الأهل تاعك وتعاون زوجتك وتعاون أولادك وتعاون بناتك إلى آخره وتعاون والديك، هذا في الحقيقة هذه الرجولة الحقيقية، هو سيد الرجال بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة إلى آخر ما ذكرته أمنا رضي الله عنها وأرضاها. الماكلة لم يحطله، قالت رضي الله عنها ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. عمرو ما يقول هذه ماكلة هذه مش مليحة هذه كذا، ما يعايرش الماكلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعير الطعام، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، ما عجبوش يخليه وخلاص، ما يعايرش الماكلة، الرزق تاع ربي تبارك وتعالى. شفتوا هاو أخلاق العالية في بيته صلى الله عليه وسلم، يغلق الباب يقدر يمثل في برا وبعد في الداخل حاجة واحدة أخرى، حاشاه صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على هذا أيضا قلنا راح نقصه، مش قصة واحدة، قصصا إن شاء الله تعالى، منها سباقه لعائشة، قصة معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السفر مع الناس فقال يا قوم تقدموا، اتقدموا شوية، فسابق عائشة رضي الله عنها وأرضاه هكذا، فسابقته وكانت صغيرة لم تحمل اللحمة بعده، بعد مدة عاود نفس الفعلة فسبقها قال هذه بتلك، لأن كانت حملت اللحم ثقالت شوية، فسبقها قال هذه بتلك، يعني ربحتيني واحد المرة أنا راني عاودتها لك الآن وخلفتها لك. هكذا يمازح أهله صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد الرجال وسيد الأبطال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قصة عظيمة جدا، قصة عظيمة جدا مع الزوجات الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، لما أم سلمة رضي الله عنها مرة المرات جبت له صحفة فيها طعام وهو مع أصحابه وضيوفه رضي الله عنهم وأرضاهم، صحفة
فيها الطعام حطتها، فجاءت عائشة رضي الله عنها بفهر في يدها فضربت الصحفة فقسمتها فلقتين. الله أكبر، ضربتها بفهر، فهر يعني حجرة، ضربتها بحجرة قسمتها على اثنين. الله أكبر. أي واحد فينا من الرجال، معاشر الرجال، وش يدير في هذا الموقف مع الضيوف تاعه وتدخل زوجة تاعه متسترة وتضرب وتكسر له الصحفة تاع الطعام، يعني هذاك الإناء الكبير تاع الطعام، ماذا يفعل؟ أقل شيء يطلقها، أقل شيء. أنا أقول هذا إذا ما قتلهاش قدام رجال تفعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع الفلقتين غير على اثنين هكذا، عاود جمعهم سقمهم، قال كلوا غارة أمكم، كلوا غارة أمكم رضي الله عنها وأرضاها، يعني غارة المشافة مكلة مليحة حطتها أم سلمة وهي زوجة أخرى من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا، حكمة غيرة التي هي فطرة في المرأة، غارة، قال غارة، كلوا غارة أمكم، كلوا غارة أمكم. ثم ماذا فعل وهو يضحك عليه الصلاة والسلام؟ لما كملوا المكلة راح كم صحفة عائشة أعطاها الأم سلمة، وهذيك الصحفة المكسرة اللي كسرتها عطانا ليها، كسرتيها بيدك اللي كسرتي تاعك، والأخرى دات صحفة تاعها كاملة والطعام قد أكل، واحد ما خسر في هذه القضية بفضل الله تعالى، وخرجوا جميعا إن شاء الله رابحين بفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة والله إني لأعلم حينما تكونين عني راضية وحينما تكونين عني غضبا. قالت وكيف ذلك؟ نعرف كي تكوني فرحانة بيا وراضية عليا وكي تكوني غضبانة عليا وزعفانة عليا. قالت كيفاش تعرف؟ قال حينما تكوني عني راضية تقولين لا والذي لا ورب محمد، كي تحلفي تقولي لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. لما تكوني عليا غضبة وش تقولي؟ لا ورب إبراهيم. فضحكت وقالت نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، والله لا أهجر إلا اسمك. هكذا كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت فاطمة فلدت الكبد تاعهم، عفوا لا دخل عليهم العكس، كان هو مع عائشة رضي الله عنه وأرضاها، فدخل الصديق وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو عائشة والدها الصديق رضي الله عنه أدخل، كان شيء من الخصام بينتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حب يحكم أبا بكر، قال ترضي باباك يحكم بيناتنا؟ قالت نعم. طيب فلما جاء تكلم حدث شيء فغضب أبو بكر رضي الله عنه، غضب أبو بكر فلطمها ضربها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غير ضربها دخل بينه وبين عائشة رضي الله عنها، دخل بينه وبين عائشة يعني حمى عليها سلكها. المهم ثم ذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ قال شفتي كيف دخلت بينك وبين أبيك. المهم ومن بعد يضحكوا وقصروا، أبو بكر الصديق عاود رجع رضي الله عنه فرآهما يضحكان، وش قال؟ قال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هكذا الأمور كانت بهذه البساطة بهذه السهولة، كانت تحل المشكلات بفضل رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان العجب العجاب، والله العظيم العجب العجاب. مثلا قصة الأقرع بن الحابس، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهم، قبلوا لما شافوا الأقرع بن حابس وكان رجل من أعراب، قال يا رسول الله أو تقبلون الصبيان؟ قال نعم. قال والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، عندي عشرة دلالي نعم عمري ولا قبلت واحد فيهم، لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وفي لفظ صحيح من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة كيفاش كان يلاعب الصبيان عليه الصلاة والسلام، كيفاش كان في الصلاة فيأتيه الحسن والحسين رضي الله عنهما فيرتحلانه صلى الله عليه وسلم، يعني مثل يركبوا عليه ويخليهم ويطول في السجود حتى الصحابة يتعجبوا ما الذي حدث، هو ينزل الوحي يتغير أمر حدث شيء، لكن والحقيقة قال إن بني هذين ارتحلاني فكرهت أن أعجلهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني شيء كبير جدا. مرة فوق المنبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما يمشيوا ويطيحوا، صغار يمشيوا ويطيحوا ويخطبوا على المنبر، أتدرون ماذا فعل؟ نزل من أعلى أعواد المنبر، انزل من المنبر ارفدهم، أطلع فوق المنبر قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال والله ما صبرت عليهم، شفتهم يطيحوا غضوني أحفاد تاعو أسباط تاعو رضي الله عنهما وأرضاهما ارفدهم. لو أتصوروا لو كان واحد فينا اليوم وليده يجي ولا بنته ولا حفيده ولا جاي هكذا ويغضوا ويحبط من المنبر،
ماشي تقوم عليه الدنيا ولا تقعد. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل من بر ورفدهم وهكذا. معاشر أكارم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع الخدم والموالي، ناس الخدم الضعاف العبيد اللي الناس ما يديرونش قيمة ويحتقروهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، خولكم أي الخدم بتاعكم إخوان لكم في الحقيقة، خوتكم بينكم، شي تاكلوا منه وكلوهم، شيء تلبسوا منه لبسوهم، احترموهم، تهموا فيهم، إذا كلفتموهم فأعينوهم. الأحاديث في هذا كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وش يقول؟ الكلمة مشهورة، يقول خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. الله أكبر، شيء عظيم جدا يا إخواننا، والله العظيم. إن النبي لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول عليه الصلاة والسلام. شيء كبير جدا، شوف كيفاش 10 سنوات وهو يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ما قال ليش أبدا هاد الشيء علاش فعلته وهاد الشيء علاش ما فعلتوش، خلاه هكذا كان يعاملهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، في آخر لحظات الحياة تاعه وصى بأمرين اثنين ما أعظمهما. الأمر الأول صلاة بالكو، هذه الصلاة للأمة رايمتهاونا فيها بزاف بزاف. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. إذن آخر لحظات العمر تاعو خارج من هذه الدنيا هو يوصي بهذين الأمرين صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. العبيد والإماء ضعاف، تهلوا فيهم، بالكوا عليهم. العبيد والإماء اللي ما عندهمش قيمة في الناس في يعني في دنيا الناس، إلا من رحم رب الناس سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أهل بيته، مع الضعفاء، مع الأرقاء، مع الصبيان، مع الأطفال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، شاف أشياء عظيمة في أخلاق هذه الرحمة المهدات وهذه النعمة المسدات، في أخلاق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما شاف هذه العظمة وش قال؟ هذه الكلمات الرائعة جدا، قال وأحسن منك، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي، صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر أكارم نكتفي بهذا القدر إذن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشفنا كيفاش الأخلاق تاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة وكانت متزنة، وهذه الأخلاق اللي نحوس عليها. يعني الإنسان قد يكون لينا لكن هذاك اللين يغلب عليه الضعف، وقد يكون قويا شجاعا لكن القوة والشجاعة تغلب عليها، يغلب عليها العنف، يغلب عليها العنف، ما كاش الرحمة، ما كاش اللين، ما كاش الرفق، مشكل. هذه المعادلة العظيمة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ومن زاوية واحدة أخرى، ممكن الإنسان كما قلنا في برا لبس عليه ما شاء الله، لكن يدخل البيت أسد هصور، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأخلاق الفاضلة، أن يوفقنا لما يحب ورضاه، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، إنه خير مسؤول. معاشر أكارم، نسأله جل وعلا أن يعجل برفع هذا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، نشكركم شكرا جزيلا على حسن الاهتمام والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.